أمام كلفة المعيشة المرتفعة، تجد كثير من الأسر المغربية نفسها عاجزة عن تحقيق التوازن المالي بين المداخل ومتطلبات المعيش اليومي. هوامش الادخار التي كانت متاحة إلى وقت قريب صارت شبه منعدمة، بل إن كثيرا من الأسر عادت لاستهلاك جزء من مدخراتها لتغطية الزيادات المتواترة في أسعار المواد الاستهلاكية. بالنسبه لهاد الظروف هادي اخويا اللي كنعيشوا دابا، بنادم مابقاش كيوفر بصفه نهائيه، ما يوفرش. احنا مده دابا مني غلات السلعه وهادي ولينا حنا كنزيدوا من جيوبنا وصابرين لعل تكون ظرف دايزو صافي. ما بالنسبه اللي تقول لي المواطن يعني كيوفر شي حاجه ولا هادي، ما كاينش اللي كيوفر. كان بلا من شحال هادي كان كيعمر الميكات دابا، ولا دابا ما كينقبل شويه، جوج حبات من حاجه. هاد مع السلعه دابا غاليه، الله يحسن العوال الجميع. دابا عاد ولات اليوم اللي ولات السلعه رجعت دابا، ولات مطيشه دابا 150 درهم 130 درهم الصندوق. شحال هادي قبل رمضان كانت 300 درهم، دابا عاد ولات شويه. البطاطا 5400 ولات اليوم، شحال هادي كانت 7000. في ظل هاد الظروف هادي اعتقد بانه يستحيل ان الاسر المغربيه على الاقل انها تواكب بعد هذا الغلاء الاسعار اللي كاين، فما ادراك ان الدخر للمستقبل. اليوم اصبح من سابع المستحيلات انك تلقى في الدار الناس مخبيه الفلوس. علاش؟ لان مشى الزمان ديال ان البركه كانت، الان وليتي ان المنضه ديالك يلا تتحاول قدر الامكان ان تلبي بها الحاجيات الاسره ديالك. الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أثرت على أسعار المواد الغذائية دفعت كثيرا من الأسر إلى حذف خانة الادخار من برنامجها المالي الشهري، بل إن كثيرا من الأسر تضطر إلى الاستدانة لتغطية تكاليف المعيشة. الوضعية الاقتصادية التي تعرفها المملكة اليوم أثرت بشكل كبير على العديد من الأسر المغربية، لا على مستوى الادخار، بل جزء كبير منها وصل لمرحلة الاستدانة، أي الدين، لتغطية مصاريف التمدروس، لتغطية مصاريف التطبيب، لتغطية مصاريف غلاء الأدوية، وارتفاع المعيشة لأكثر من 300%. كنظن من كوفيد لهنايا ولا يستحيل مع هاد الظروف اللي كنعيشوا فيها دابا ديال الجفاف والتقلبات المناخية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية، أن أي مواطن كما كان يقدر يدخر ولو شيء قليل. وتجد كثير من الأسر المغربية صعوبات جمة في تحقيق التوازن المالي في ظل الظرفية الحالية، فيما ينشغل جزء آخر بمصير مدخراته في ظل موجة التضخم الحالية. الاقتصاد الوطني المغربي خلال الثلاث سنوات الماضية يمر من أزمة اقتصادية خانقة، بحيث أن حسب المندوبية السمعية الخيرية كتقول بأن واحد 3 مليون ديال الأشخاص المغاربة هما ينزلوا إلى عتبة الفقر، وبالتالي هاد الناس ما عندوش مدخرات. اليوم الطبقة المتوسطة اليوم كل ما يتعلق بغلاء الأسعار، يعني اليوم الاستهلاك ديالها من السلع ومن الخدمات ارتفع بدرجة هي أساسية، وبالتالي فإن المدخرات ديالها مشات في هذا الاستهلاك هذا، وبالتالي اليوم يعني أمر طبيعي أن الادخار في المملكة المغربية وصل واحد المستويات اللي هي ضعيفة جدا. وكتكلموا أسا عن طبقة متوسطة اليوم أصبحت يعني يلا كتكمل الشهر ديالها. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط نهاية العام الماضي أن أدرجت في تقرير لها نظرة تشاؤمية للأسر المغربية حول الادخار برسم السنة الحالية.